وقت الشدة فينا الطيبة فينا ما عاد لازم يبان. فينا طيبة فينا معدن لازم يبان.
وقت الشدة فينا طيبة فينا ما عاد لازم يبان. مشاهدي قناة شوف تي في ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم مباشرة مع بشرى حياة الأزواج والأسر المغربية في زمن كورونا، وخصيصا كيفاش كيعيشوا الأسر والأزواج الحجر الصحي في أجواء في هذا الجو ديال رمضان الكريم. هذه مناسبة بأنني نبارك لكم الشهر الكريم، نتمنى أنه يدخل عليكم بالصحة والسلام والأمن إن شاء الله وبكل ما كتمناو. غادي نذكر كما العادة بالرقم اللي ممكن تواصلوا معنا فيه اللي هو 06 61 93 75 35. أكيد كيف كنقولوا ديما حنا كنعيشوا واحد الوضع اللي هو استثنائي جدا، بزاف الأسر الحياة ديالها تقلبات نظرا لأنها لقي أنفسها مع أكيد كيكونوا أفراد الأسرة من دمك ولحمك أو للشريك وليداتك، ولكن ما مالفينش أننا نعيشوا معهم 24 ساعة على 24 ساعة وجها لوجه. بزاف الناس استغلوا الفرصة وعايشين حياة مزيانة، زادوا تقربوا من بعضياتهم، قدروا يديروا داكشي اللي ما قدروش يديروه من قبل، ما كانوش لاقين ليه الوقت. ولكن بالمقابل كاين أسر أخرى الصراعات والمشاكل ديالها كثرت لواحد الدرجة لا تطاق، اللي وصلت حتى لدرجة التعنيف. احنا ديجا رابطين الاتصال بواحد السيدة اللي غادي تكون أول مشاركة معنا، كانت تواصلت مع شوف تي في، استنجدت بنا لأنها دابا تتعرض للعنف المنزلي بمدينة بني ملال. تتقول هكا لا حنين لا رحيم، ما عندهاش والديها، ما عندهاش الخوت اللي ممكن تمشي عندهم، ما عندها غير الله ودارها وراجلها وليداتها، والراجل للأسف مستغل هادشي كامل. خصوصا أننا في واحد الوضع ديال الحجر الصحي، وزيدها برمضان مازال تيعنفها لواحد الدرجة ما تتصورش. كيف قلت اتصلت بينا وبغات تشارك معنا، وانا رابطه مع الاتصال باش هكا ندوزها اول متصله. الو السلام عليكم لالا. وعليكم السلام اختي. مرحبا لالا. عرفتي اختي بلي تقالي بداتي تبدي تسولي انت وانا غنجاوبك. مرحبا. كيف قدمتك؟ انت سيده تتعرض للعنف المنزلي دابا. اختي عاودي لينا شنو طاري لك بالضبط. كنت راجل حيلة تزوجت بيه، كانت الوالدة بس عباس ما لقيتش فين نمشي وتزوجت بيه، ودارهم راه في بيتي ما بغاونيش من النهار الاول، صافي بقى ديك المشاكل بزاف. انت عايشة معاه ومع الوالدين ديالو ياك، ولا عايشة غير انت وياه؟ لا ما كنتش عايشة معاهم. العامين الاول اختي كان مزيان، نتصالح معاهم صافي الزيت تقلب مبقاش كيف ما كان. رمضان ديال العام اللي فات وهاد رمضان دابا المشاكل. شنو سبب المشاكل بالضبط؟ هكا خلافات بيناتكم ولا حيت رمضان كيتقطع ولا شنو بالضبط؟ تيبغي يجبد ليا الصداع بحال قبيله على شي حاجه بسيطه. يلاه كمل السياق وداك الشيء وباقي ليا الولد ما بدلش، على ود الولد على جداد ما تيقلب على الصداع على اي حاجه، تيتدخل في الحوايج اللي ما مثلا نقدروا نقولوا ما كانتش كيديرها هو كديرها انت، ولا تيتدخل فيها فوالا.
الوليد ما هذا هو. الوليد كان تيبكي ولا شنو بالضبط؟ علاش غوت عليك؟ لا ما كيبكي ما والو، غير يلا قلت لك سالي تبقى ما بدلش، وقال لي علاش ما تبدليش لك؟ لي يلا سالي صغي دابا هو يضغط، قال لي جامع لك وشحال هذا. هو حسيت ملي مصالح مع دارهم ما بقاش كيف ما كان، عام دار. يعني وعارف نقطة الضعف ديالي، عارف ما عنديش فين نمشي، داك الشيء علاش ولا كيدير ليا بحال هكا، كيما دار زوجي بلي يزح ويشك وخرجي. الله يحسن عوانك اختي، الله يحسن عوانك. ما حاولتيش هكا تصلحي الامر بينك وبين العائله ديالته؟ مادام شوفي انا عارفه حاولت، بانه مشيت لعنده، مشيت لعنده باخشي قبل المضرب ديالك وديت الولد، وهما هاز الراس وما صابرينيش كيف سوي شوش منقصين مني دينا. شنو السبب اللي كيخليهم هكا ينقصوا منك؟ واش كاين واحد الفارق اجتماعي مثلا؟ شنو السبب اللي داك كانوا الرفض من اصلا ما النهار الاول، باغينكش من الاول؟ علاش ما بغاوكش؟ كاين داك الرفض من النهار الاول ما باغينيش، وربما الفارق الاجتماعي ربما هما عندهم وانا ما عنديش، ما فهمتش. وبالاخص واحد اخته ما تزوجهاش هي اللي كتسبب في المشاكل كلها. اش غنقول لك؟ كيف كنت سولتك قبيله، كنت غنقول لك هكا ولو انت مثلا تكوني عارفاهم ظلامه، ما انت ما دايزينش لك على قلبك على وجه ديك ديال انك تعيشي مرتاحه وتصلحي معاهم الامور، على وجه راحتك وعلى وجه وليدك. شي مرات تقدرون عاد اللي تنازلوا قابله عليه ما خدام ما والو، حيت تنقول ما عنديش فين نمشي، تنقول اللهم نجلس هنا وما شفتش حتى شي حد شنو واقع ليا. وفي الاخير هو اللي زي هادشي كله، هي ما كانش خدام. خدام باش ما والو، عايشين؟ باش عايشين يا ليلى؟ عايش بداك الشيء ديال باكيش بالكره ديال الديور وتيجي يصرفوا. يعني توا الدرع ما كاينش لا والو، ووالدي هازين وضروري يسمع لهم. وديجا مطلق. فهمتك. هكا حتى لين درجة وصل العنف ديالو؟ حتى لين؟ واش غير الهضرة والمعيور ولا وصلت اللفظي والجسدي، اللفظي والجسدي بجوج كيضربك؟ كيعيرني بالهضره الخايبه داك اللي ما طيحش لك على بالك، داكشي ديال الزنقه فعلا كاركه. للأسف مراته وشرف و الله يسترنا وصافي. هادشي اللي غنقول لك، ما اش غنقول ما لك؟ بقيتش نمشي نمشي، ما غنقول لك بقيتش بغيت نمشي. نقول لك واش حاولتي تلقاي شي حل؟ ولكن ما شنو غادي نهضر هضره مثاليه عادي حاولت جدا. نقول اختي، تنقول نصبر على ود الولد، نصبر 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 نصبر، وداك الصبر هو يطيح لي القيمه ديالتي بزاف. ما بقاش عندي القيمه قدام وقدام دارهم، ما عادي بقاش ان عندي القيمه. هذه النتيجه عادي انها تكون هكا، عادي تكون هكا. وانتي ما ذنبك والو. اي وحده غتلقى تسبب لي اختي هاد الشيء في مشاكل نفسيه، مابقيتش كنتحكم في الاعصاب ديالي، وليت كنضرب الولد ونفكر بصحة ونقول فين غنخلي الولد. لا 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 حبيبتي، لا تسبب لا لي مشاكل وضغوطات نفسيه. لا، ما كيف قلتي لوليدك ولراسك؟ ما تعرفي ربي شنو يجيب من بعد، ما تعرفي ربي شنو يحن عليك من بعد. ما عمرك ما تفكري بالطريقة السوداوية ابدا ابدا، ولو الانسان ما عادش فين يوصل. استغفر الله وصافي، الشيطان الله يلعنه ويخزيه. الو، كنسمعك. انا عارفه بان صعب عليك تواصلي وراجلك معاك في الدار وماشي غير لبلاصه اخرى باش تقدري تهضري. سمحي لنا، لا ممكن كنكونوا هكا تنجبدوا لك شي مشكل، ولكن انا ما قدرتش ملي قالوا لي السيده بغات تدوز في البرنامج ما عيطت عيطش غير لك. لو طالبه منكم المساعده تساعدوني، صافي ما بقيتش قادره اختي المساعده ديالكم. لحقاش ولا عندي شي تراكمات لداخل، غادي توقع لي شي حاجه ولا ندير شي حاجه في راسي. الا شوفي لاله، الا شي واحد شي مسؤول ولا شي جمعيه كيسمعوك، شنو بغيتي تقولي لهم؟ نعم اختي، الا دابا تخيلي ان شي مسؤول ولا شي جمعيه كيسمعوك، شنو تبغي تقولي يا ريتك ليهم؟ ما قطعيش. كيتهضر عليا انها تهضر. غادي نبقاو نتسناو حتى تعاود تلقى فرصه باش تعاود تكمل معنا الهضره، لانه وصلت للدرجه ديال ان السيده في دارها
سي الراجل ديالها مع النهار كامل ما عندهاش كيفاش تلقى فرصة باش تبقى بحدا، فهي كتحاول تمشي لشي بلاصة باش تقدر تهضر معانا على الراحة ديالتها. هي قالت واحد الكلمة ديال ما تقطعيش اختي، حنا معاها حتى ان شاء الله ترجع تكمل معانا الهضرة. وي كنسمعك حبيبتي. ما كيسمعني كنهضر كيطلع تيشوفني شنو تندير. عرفت. قلت لك اختي قلتي لي شي مكتوب ولا شي حاجه ولا شي جمعيه هكا، الا كانوا يشوفوا فيك هضري باسمك وباسم جميع العيالات اللي تيتعنفوا وما لاقين شي حل ما يديروه، وما لاقين فين يمشيو. سيرتو اللي في الوضع ديالي ان الوالدين ما كاينينش، ما عندكش فين تهزي وفين تمشي. دابا باغا نخرج ولا حاجه صحي، كنقول اول حاجه فين غنمشي؟ غنمشي للكوميساريه نقول لهم شوفوا لي فين بات انا وولدي، ما باغاش تكرفي. فهمتك. شحال عنده وليد ديالك؟ حميد. واخا ولدتي هكا قلبو ما حنش ما مرطابش، نورمالمون الرجال فاش تيولدو تيرطابو. لا بالعكس، عندي بزاف صح. قلت لك وديجا مطلق مع بجوج بنات. اي 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 عنده عادي. عادي راجل، الراجل اللي تتلقاي هكا مولف على والدي يصرفو عليه مع كامل احتراماتي، ما عرفش بقيمة الوقت، ما هاش المسؤولية، يقدر يتزوج ويطلق عادي، يقدر اللي قالوا لي والدي هيديرها عادي، يعنف عادي. اش غنقول لك، هكا نصيبك، الله يعوضك خير، الله يقويك. كاين اختي كاين الرجولة وكاين الذكورة، هو ما فيش ديك ديال الرجولة غير ذكر. فهمتك. الرجولة راه مواقف وأخلاق وبزاف د الحوايج. الرجولة راه مسؤولية، والمرأة بعدا خصك تحتها من المية أول حاجة. تماما تماما تماما. واللي تربى على يد مرأة حقيقية كيتعامل مع العيالات اللي تتلاقاهم على أساس أنهم عيالات حقيقيات، بغض النظر كيما بغاو يكونوا هاد العيالات. تتعامل من أصلك. جوج البنات وعنده جوج الخواتات كيما دار فيا أنا، والمرأة الأولى ربي غادي يدير في خواتاته وفي بناته. شوف شوف سبحان الله، راه بزاف الرجال كيكونوا مع عرفت كيما دايرين، ونهار تيولدوا البنت تيقول لك ديما تنتخيلوا بنتنا اللي تأدات بحالها تتردعهم انهم يبقاو يكونوا قباح وخبتاء وتيأدي وتيضحكوا. انا شخصي انا كون كان الاب ديالي دابا حي غادي يرضى البنت وهادشي يوقع ليها، ولا كون كانت الام ديالي الله يرحمه على الاقل ما غادي التليفون عيط عليه كيما عيطت عليكم. الله يرحمهم، الله يصبرك. لقيت كيف عيطت اختي بعد اجا القالب ديالكم وشي عيطت فيها. الله يصبرك اختي، الله يصبرك. هادشي اللي غنقدر نقول لك. كنت سحبت لي اختي غادي يوقع لي هادشي، الله اكبر. وبقى هاكاك ليا راسي ما نتزوجش، بقى تكرفس مع الحياة ولا هتكرفي في الحالة. وكنت غادي نمشي بالولد، شكون غيقبل عليا ولدي؟ هادي أول حاجة اللي غادي نخرج، شكون غيقبل عليا؟ شوفي، أي بنت فاش كتزوج ديما عندها داك الأمل ديال أنه تلقى اللي يشد بيده وتوانس معاه في هاد الحياة ويديروا أسرة وليدات. حتى واحد ما كيكون عارف شنو غادي يطرى مستقبلا. وبزاف الناس كيبانوا زوينين ومن بعد كيخيبوا، سواء بوالديهم سواء بغير والديهم. تتبقى مسألة نصيب، انت ما عندك حتى شي ذنب. اختي كنخاف بحال كنخرج للصبح ونشرب وانا ما نقدرش على داكشي، بحال انت اللي كنشوف كيوقع في الباقي اختي صابت وما نقدرش. كنقول نخرج غادي يتكرفسوا عليا ولا يوقع لي شي حاجة. شحال في عمرك؟ 30. اش غنقول لك، الله يصبرك. صوتك مازال تيبان هكا صغيور، هادشي علاش سولتك. دابا اختي قلت لك صوتك بان لي صغيور، هادشي علاش سولتك، كتباني باقا صغيره ما شاء الله. الله يصبرك يا حبيبتي، هادشي اللي نقدر نقول لك. الله يصبرك، الله يصبرك. انت مثال ديال العيالات اللي بغاو يهضروا، بغاو هكا كانت عندهم ديك الشجاعه ديال يقولوا اعتقونا، راه حنا وسط الحجر الصحي، وسط ان ما عندنا حتى فين نمشي، ولا حنين الرحيم، راه حنا مع رجال تيعنفونا تيديروا فينا ما بغاو، حيت عارفين ما لاقين شي حل اخر، عتقونا. هذا هو المشكل، كيبقى بنادم ساكت انا والاخرى 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 حتى كيكثر هادشي. الله يصبرك يا حبيبتي، الله يكون معك.
ما كرهتش دابا اللي كيتبعني واللي عنده الامكانيات، ولا شي حد في بوحدي، ولا شي حد يساعدني، غير حتى نكون انا وولدي، غير حتى نوقف على هاد الجريمه. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا على الاتصال ديالك، الله الله يصوب لك يخليكم الحال، اختي، الله يصوب لك الحال، الله يصوب لك الحال حبيبتي، شكرا جزيلا. اللهم امين اختي، الله يخليك اختي، شكرا لكم انتم رمضان بعدين، كريم، خليك على خير. ربي يخليك اختي. غادي نعاود نذكر مشاهدينا الكرام بالرقم اللي ممكن تواصلوا معنا فيه، اللي هو 06 61 93 78 35، واللي الموضوع ديالنا هو حياة الأزواج والأسر المغربية في زمن كورونا، واللي احنا دابا بدينا انطلاقا من حلقة اليوم كنخصوه الأجواء اللي تنعيشوها في رمضان وإحنا في الحجر الصحي. غادي نخرجوا فاصل مشاهدينا الكرام، وغادي نرجعوا باش نكملوا الحلقة، انتظرونا. We'll be right back.
وقت الشدة فينا الطيبة فينا ما عاد لازم يبان. ورجعنا مشاهدينا الكرام في برنامجكم مباشرة مع بشرى حياة الأزواج والأسر المغربية في زمن كورونا، واللي خصصناه بالضبط انطلاقا من حلقة اليوم، بما أننا دخلنا في شهر رمضان المبارك للأجواء التي نعيشها في هذا الشهر المبارك. غادي نذكر بالرقم اللي ممكن تواصلوا معنا فيه اللي هو 0661 93 78 35، ومعنا على الخط واحد السيدة كذلك تواصلت معنا على قناة شوف تيفي باش تشاركنا في هذا الموضوع ديال كيفاش كتعيش الحجر الصحي خصوصا في أول يوم من شهر رمضان. ألو، السلام عليكم لالا. ألو، السلام عليكم لالا. مرحبا. رمضان مبارك سعيد، إن شاء الله يدخل عليكم الصحة بهنا. أمين علينا وعليك لالا، الله يبارك فيك. شكرا لالا، شكرا بزاف على البرنامج اللي طرقتي فيه لحياة الأزواج. مرحبا. وحنا كنعيشوا في هاد الظروف الاستثنائية ديال كورونا، واليوم النهار الاول ديال الشهر الفاضل. تماما. واش كنقول لك صراحه، عرفتش مين غنبدا ليك ولا مين غنقول، المواضيع كثيره لهالدرجه ما عرفتيش منين تبداي. الاجواء تبدلات بزاف بزاف بزاف، بالاخص انا يعني غنهضر لك عن التجربه ديالي وكيفاش انني كيف كنا واحد ديكوب زوينين، ولكن دابا ولا واحد ستريس ولا واحد المشاكل، بالاخص في اليوم ديال رمضان. زعما تبدل، انا بعدا تصدمت في الزوج ديالي صراحه. ولا عصبي بزاف، ما عرفتش واش ضغوط الحياه ولا رمضان كيف رمضان، خاصة هذا اول رمضان ليا معاه. صراحة ما عرفتش كيفاش غادي نقول لك، يعني المشاكل بزاف، يعني هادشي كان يعني كان بحال اللي كان واحد كيتهيئ لي قبل ما يدخل رمضان، يعني كان شويه العصبيه فيا، مات الحجر الصحي، بنادم ما عنده فين يخرج، فين هادي، وكيلسن من الخدمه بجوج. الله يصاوب صافي. الزوج ديالك ما بليش الحمد لله، ما كيتعطى شي حاجه، ما تيخدخنش. انا على حسب العلم ديالي ما بليت، ما عنده حتى شي بليه، ولكن هاد العصب اللي فيه خلاني نبقى نشك واش ربما كان مخبي عليا شي بليه ولا ما عرفتش. زاد بانت لك العصبيه زادت بزاف؟ العصبيه زيد على الخياس، يعني صعيب انه هذا الشهر الكريم وشهر اللي خصنا نقبلوه بواحد شهر المغفرة وشهر الرحمة ونكون رحيمين مع بعضياتنا، أننا نتقبلو، أننا نبداو بالعصبية ديالنا. هادشي كيخلي أنك ما كتعقليش على صيامك، ما كتوجديش داك الفطور ديالك بواحد واحد الحب وواحد يعني واحد الشهوة أنك توجدي وتاكلي على خاطرك. صافي كينغص لكم النهار، لا إلا داز النهار كامل المشاكل صافي، كتقولي صافي يمكن وقيلا غندوز الايام كلها مشاكل. نتمنى ان الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء باش نحطو من داك ستريس ديالنا ان شاء الله اللي عايشين فيه. ان شاء الله نتمنى وان شاء الله الزوج ديال الهدايه وكاع الزوج ديال الناس ان شاء الله. ما عليك الا بشويه الصبر، كيف كنقولوا ديما، دير عين شافت وعين ما شافت، لو بغيتي العشره تدوم هكا ان شاء الله. تدوز هذيك 3 ايام الاولى كتكون قاصحه علينا كاملين، كاين اللي كيستحملها شويه، كاين اللي ما كيستحملهاش في مره كاع، كل واحد وقدره الاستحمال ديالو. بصح بصح، ايوا نتمنى وحنا صابرين. تيعاونك شويه ولا والو؟ هو كان تيعاونني قبل صراحه، اليوم ما بانش لي يعاوني. معليش يدوزي. معليش ايوا حنا كما كيقولوا الناس الكبار، غمضي عينيك ديري عين شافت ودن ما سمعات، كنحاولوا نطبقوا هذا المثال باش ندوزوا ان شاء الله هذا الشهر الفاضل مزيان. ان شاء الله انت باينه عليك هكا بعقلك، ان شاء الله ما توصلوش لشي حاجه كبيره، تكون غير هكا عصاب خفيف ويدوز ان شاء الله. نتمنى، واحد صراحه الصدمه ديالي كبيره بزاف، يعني ما تقريبا 10 شهور ديال الزواج وما عمرني ما شفت شي عصبيه ديالو بحال هكا. انا تصدمت، ولكن ربما كما قلت يمكن غير رمضان الانسان كان مولي فيه ياكل ويفطر
هذا يمكن ما تهيأش، يمكن الانسان تاني اثرت عليه القضيه ديال انه ما يخرجش يصلي، ما يخرج. كان يعني كنقدر نلقاو الاعذار للناس، كنقدر نلقاو الاعذار للازواج ديالنا بصريح. بصح وهنيئا لي بوحدة بحالك، على الأقل كتفكر لي. الله يكملك بعقلك، وشكرا جزيلا على الاتصال ديالك، شكرا رمضان اختي كريم. بشرى، صراحة كتعجبيني في البرامج الله ديالك، الله يحفظك. يوفقك آمين. شكرا، وان شاء الله تبقاو ديما التوب، شكرا وتحية للناس اللي يسمعونا المشاهدين. شكرا لله، الله يبارك فيك، شكرا جزيلا، سلام عليكم. الله يحفظك. شكرا مشاهدينا الكرام، غادي نخرجوا فاصل ونرجعوا باش نكملوا الحلقة ديالتنا ان شاء الله، انتظرونا. رجعنا مشاهدينا الكرام باش نختموا الحلقة ديال اليوم اللي كنا مخصصينها كأول حلقة في هذا الشهر الكريم، كيفاش كيعيشوا الأزواج والأسر المغربية أجواء رمضان. غادي نذكر بالرقم اللي ممكن تواصلوا معنا إن شاء الله فيه في الحلقات المجاية، اللي هو 0661 93 78 35. وكيف كنقولوا ديما، إلا بغيتي العشرة تدوم دير عين شافت وعين ما شافت. مع السلامة.